استقبل ميناء صحار أول شحنة من الوقود الحيوي لبدء المرحلة التجريبية لاستخدامه في عمليات القاطرات البحرية، وذلك بالتعاون مع كل من شركة سفيترزر وشركة وقود وشركة هرمز مارين. ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها الاستراتيجيين في الموانئ العمانية نحو وضع الخطط الاستراتيجية بهدف الانتقال إلى التنقل الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عمان بحلول عام 2050. ويعد الوقود الحيوي أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم تصنيعه محليا من زيت الطهي، ويعد بديلا صديقا للبيئة إذ يقلل من الانبعاثات الضارة عند حرقه مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ويسعى ميناء صحار إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من عملياته بنسبة 17%.